لسه مكملين معاك وانضم لي بقى النجمين الكبار، النجم الكبير كابتن ايمن رجب نجم مصر ونجم نادي الاسماعيلي. كابتن ايمن برحب بيك. الله يخليك والف سلام عليك. الله يسلمك سلام كابتن، عليك. ربنا يخليك. ونجم البريمو والمحلل الدائم الكابتن محمود ابو الدهب نجم مصر ونجم الاهلي والزمالك والمصري وعدد من الانديه، برحب بيك كابتن. حبيبي يا اسلام والف سلام عليك. الله يسلمك ربنا يخليك. ومبروك النهارده المكسب، مكسب مهم للاهلي على الاسماعيلي. وهل كان مكسب سهل ولا مكسب صعب؟ يعني هو سهل وصعب في نفس الوقت يا اسلام. يعني انا يمكن انا اتفرجت على المباراه، يمكن كنت بتكلم مع كابتن ايمن، مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما بتبقى ديربي، بتحس بتقول مين اللي يكسب، حتى لو فيها تعب او شقاء بيبقى 50 60 او 40 60 للنادي الاهلي. لكن النهارده انا شايفه كابتن ايمن ان مباراه مبله النهارده. النهارده كان في بعض اللاعبين تريح بعد المجهود الكبير اللي عملوه في مباراه مازيمبي. كنت اتمنى نشوف النهارده عمر كمال بيشارك بشكل جيد جدا. في بعض اللعيبه يمكن دون المستوى زي علي معلول، محمد هاني، شفنا اخطاء في الدفاع كبيره جدا. يمكن شفنا كمان احمد عبد القادر اللعب الفردي، يعني دي السمه اللي كانت غالبه على اداء النادي الاهلي النهارده. بحيي فرقه الاسماعيلي بامانه، يمكن لبعض الشيء ان هم حتى لو ما بيلعبوش بطريقه دفاعيه يا كابتن ايمن، لكن هم كان عندهم رغبه في الفوز. لكن النهارده كان من الواجب ان الراجل كان يريح بعض اللاعبين اللي هو مستر كولر، لكن انا شفت النهارده بيدي لاكرم توفيق، بيثبته، بيأدي بشكل جيد جدا. مروان عطيه اللي لسه راجع من الاصابه، لان الراجل بيقتنع بيه جدا. امام عاشور نفس الطريقه. وانا شايف ان كالعاده ان مصطفى شوبير انقذ النادي الاهلي من اهداف محققه في المباراه، وبيتالق وبيزداد تالق كل يوم. فانا شايف ان النهارده لا، في بعض اللاعبين كان بعاد عن مستواها. حاجه الثانيه، بعض التغييرات كمان اللي حصلت من كولر، ان ادى اريحيه لعيبه الاسماعيلي ان هي تادي بشكل جيد، زي مودست النهارده اللي انا ما اعتقدش ان هو ممكن خلاص، يعني مش هيفيد النادي الاهلي بحاجه. كان واجب النهارده انزل لعيب زي رضا سليم النهارده، ان انا افوقه تاني وارجعه تاني بشكل جيد. كنت ممكن ارجع محمود متولي العبه بدل رامي ربيعه او محمد عبد المنعم، ودي من اللعيبه كويسه جدا. فده اجمالي اللي انا شفته في المباراه النهارده. كابتن ايمن، الاسماعيلي فرط في تعادل سهل النهارده امام النادي الاهلي. فرط بعد التغييرات النادي الاهلي، الاسماعيلي فرط في تعادل سهل. وانا بحمل ال 45 دقيقه بتوع الشوط الثاني بحملهم لعبد الرحمن مجدي، لان تعامله مع فرديه في الاداء، لا وتعامله مع الكوره دي كمان. هو في واحده في الشوط الاولاني كانت برضو عندها نفس الخطوره دي اللي اتعملت واتكعبلت وراحت له بالظبط كده. كان احمد الشيخ الناحيه الثانيه كان فاضي جدا بالزبط. لان انت كمان قدرت تخرج الكوره من علي معلول، فكان بدل ما تخرجها في طريق الجول فكان الاسهل ان انت تخرجها كوره عرضيه. المباراه يعني انا هختلف مع محمود بس شويه، وانت في حضره سردباكين يعني. لا لا اتفضل. ان المباراه مش ما كانتش سيئه، لان المباراه الشوط الاولاني كان فيها شيء من المتعه شويه، لان كان فيها افكار مدربين انت كنت لازم تحترمها يعني كمشاهد. يعني ان النادي الاهلي كالعاده يعني ال 10 دقائق الاولانيين اللي بيلعب فيهم بالضغط العالي والشراسه الهجوميه الكبيره، النادي الاسماعيلي قدر يمتص ده لغايه الدقيقه 33. الاسماعيلي بقى اكوال جوه المباراه في تحضير وفي استلامات، وكان بعض الخطوره كانت موجوده في الحاجات المرتده السريعه اللي احنا كنا بنعملها لغايه هدف تاو. هدف تاو برضو قبليه كره عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن النهارده عامل مشترك في الهدف الاول وفي الهدف الثاني. هو مضيع هنا حاجه اللي احنا قلنا كان يعملها للشيخ بشكل كويس، دي كان ممكن يبقى احنا متقدمين بهدف. وبعد كده رجعت الكره لتاو اللي كان فيها فكره عند المدرب كانت عجباني، لان النهارده هو كان مفضل الاطراف بتاعته لمحمد هاني وعلي معلول بشكل كويس جدا، ومدخل عبد القادر وتاو اللي جوه، لان الكره دي قبليها كمان اتعملت من الناحيه الثانيه، ان اللعيبه بتخش جنب وسام ابو علي، وده كمان لعيب يعني على شهاده، يعني ان لعيب في تحركاته وفي استلاماته لعيب مختلف كتير عن الشكل اللي احنا بنشوفه في الدوري المصري. مهاجم عنده شكل يعني في حاجه في استلاماته كمان، وبيستلم في طريق الجول. انا مش عايز اقطعك يا كابتن، انت بتقول لي هو عشان يفتح لعلي معلول ومحمد هاني عشان يروح، يعني يمكن انا ما شفتش علي معلول كتير في الحته ديت او محمد هاني حتى. كان الاوفرات اللي كانت بتتلعب من محمد هاني ما كانش فيها اتقان، كان فيها خوف. انا لو انا بلعب، وانت حضرتك اضرب الكلام ده ومدير فني، لو انا عندي اثنين ارتكاز واقفين
اللي زي مروان عطيه واكرم توفيق وانا بلعب بكرايت انا هبقى طاير على قدام على طول ان انا بعمل الحته الهجوميه. ما هو بيوقف ليه وظيفتهم ان الاثنين دول لما بيغير هو بيوقف ليه اكرم وبيوقف ليه مروان لان هو عنده الحته اللي احنا بنتكلم فيها ان هو مخلي الباكين جناحين فعشان كده هو موقفهم على اساس يقفلوا في ظهرهم بشكل كويس. احنا بنتكلم انا كنت في الراديو كابتن اسلام فكنت بقول انا لازم اشوف الراجل النهارده بيلعب بالفكره اللي ممكن يلعب بيها في الثلاث مباريات في الاخر نتاجها يروح للترجي. يعني في الاخر انت لازم تعمل حاجه في تكتلات لعيبه الترجي دي اللي بتقف فانت ممكن تقابل في الدوري المصري الفرق اللي هتلعبك بنفس الشكل ده. فانا كنت بشوف حتى في افكار النهارده في الكور الثابته بالنسبه له ان هو عمل فاول رائع النهارده اتعملت بشكل كويس جدا. على النقيض النادي الاسماعيلي الفكره حلوه ان احنا قافلين في تلت ملعبنا بس خروجنا كان وحش خروجنا من المناطق الدفاعيه للمناطق الهجوميه. استحاله يا كابتن اسلام انا هيبقى عندي بطء في الخروج بالشكل ده من المدافعين بتوعي الاربعه وبسيب النادي الاهلي يجي لي تاني. يعني ان النادي الاهلي كان عنده سهوله جدا في قطع الكوره يقدر يجي لنا تاني لان احنا ما كناش بنقدر نخرج لنص ملعب النادي الاهلي. فلو ان احنا كنا ناجحين في خروجنا اللي عملناه في الشوط الثاني لغايه الهدف بتاع امام كنا عملنا ده قدرنا نخرج لنص الملعب فبقى عندنا زياده في النواحي الهجوميه في لعيبه متمركزه كتير. واحنا يمكن مع كابتن محمد فاروق المره اللي فاتت انا قلت له لما احنا تفوقنا في مباراه الاتحاد في هدف التعادل اللي جابه بيومي كانت من دي ان احنا بقى عندنا زياده من لعيبه نص الملعب تقدر تخش ال 18 بتاع المنافس فتقدر تعمل خطوره بشكل كبير. نقطه التحول في المباراه في الشوط الثاني برضو الهدف الضايع وتحيه لمصطفى شوبيري يعني بس الهدف الضايع ان عبد الرحمن كان يقدر يتعامل مع الكوره دي احسن بالزبط. من كده لان لو احنا بصينا لامام اتعامل ازاي وعبد الرحمن اتعامل ازاي هنا بقى يعني امام عايز يحرز هدف فاحرز الهدف. امام تعامل مع الكوره بجديه شديده جدا انت عبد الرحمن كنت لازم تتعامل مع الكوره بجديه شديده جدا. احنا دايما نقول ايه واحنا بنمرن يا كابتن اسلام المهاجم في الحته اللي بين الست ياردات والمرمى دي انت لو انت بتسدد لازم الكوره تبقى عاليه لازم لان الحارس لما بيجي يخرج بيخرج تحت بيقفل يعني تحت بالظبط كده. حتى لو احنا هنقول على طريقه الهاند بول هيبقى في التلت مش هيقدر يقفل المرمى كله يعني. فكان عبد الرحمن اللي انا بحمله بقى اللي حصل ده في الشوط الثاني اللي انا بحمله له لان انت خليت الاهلي يروح بهدف. هنا بقى السيناريو اللي حصل جوه المباراه يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي كان يقدر يتفوق اكتر يعني بعد الهدف الثاني الاهلي استحوذ بشكل كبير جدا والاهلي عنده ميزه في الشحات وكده ان هو بيروح لقدام. كان في لعبه خطره جدا من تاو قبل انسحاب اما يطلع بره الملعب كان في لعبه خطره جدا كان ممكن الاهلي يحرز الهدف الثالث. تغييرات الراجل النهارده برضو لما احنا بنتكلم في تغييرات احنا ما بنحكمش فيها ان هي تغييرات غلط او صح لان هو في حساباته هو عايز يريح لعيبه بس. وانا بس النقطه اللي انا اقدر اتكلم فيها بتاع كوره يعني ان انت وانت بتغير انا مش هغير في شكل الهجوم اتكلم قول اللي انت عايزه براحت يعني انا مش هغير يعني انا لو انا مكانه انا مش هغير في الشكل الهجومي اللي عامل له الخطوره ده يعني انا كان لازم اسامه ابو علي يستنى شويه يعني هو شايف ان نزول مودست طبعا دي كانت زي يعني عبد الرحمن في تضييع الهدف مودست ده برضو ادى راحه لمدافعين النادي الاسماعيلي واحنا عملنا حاجه بقى كمان احنا خدنا النقاز ونزلنا عصام صبحي ولعبنا بشكل ثلاثة يعني احنا لعبنا بشكل ثلاثة من تحت ان انت بقى عندك مهاجم مش مسبب لك اي ازعاج يعني ولا هيقدر يفرق معاك في السرعات. لو احنا متخوفين من وسام فانت كنت مأمن دفاعاتك عشان ممكن سرعاته تفرق معانا. اما لما مودس نزل ما بقاش في السرعه اللي تخوفك بشكل كبير في سحب تاو. كمان الغلطه الكبيره ان انت سحبت الثلاث مهاجمين بتوعك الاول انت ما عملتش تغييرات تظبط بيها نص الملعب عشان تقدر تروح لقدام. يعني هو كان عنده افكار احسن واللعيبه انا اتفق تماما مع الكابتن محمود في حته في لعيبه محتاجه ترتاح في النادي الاهلي اهمهم محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لو احنا حسبنا له عدد ماتشاته عشان الناس تهدى عليه بس يعني نقعد نحسبها لان احنا كنا لعيبه وبنلعب في المكان ده. المكان ده محتاج دماغ رايقه بشكل كبير جدا لان محمد عبد المنعم متحمل مسؤوليه المنتخب ومتحمل مسؤوليه النادي الاهلي في الاوقات الاخيره لان انت في اصابه حجازي واصابه الونش بقى هو اللعيب الاصح اللي موجود والصح في منتخب مصر مع النادي الاهلي هو اللعيب الفايق في النادي الاهلي. فهو ده اللعيب اللي كان محتاج راحه يا كابتن اسلام وهو لازم النادي الاهلي يفكر في راحه عبد المنعم بشكل كبير جدا لان انت اما يجي يغلط ما تقولوش انت غلط ما عندوش البديل يا كابتن. بص
المباراه كانت سهله لغايه 2-0. المباراه كانت سهله. انا بقول لك لو انت عملت التغييرات في التامين الاول يا كابتن اسلام، يعني انت لو خدلت خطورتك من قدام موجوده وعملت التامين الاول، لو انت غيرت الاثنين المساعدين لمروان، لو انت زي فكره كوكا ولما نزل السوليه، انت كانت لازم التغييره دي تتعمل الاول. يعني دي هي التغييره الاولانيه، وبعدين تسيب الامور ماشيه شويه. لان انت لما تيجي تقول مثلا ايه، لو انت محتاج تدي وسام راحه مثلا، هو وسام لعب قد ايه؟ يعني هو عدد ماتشاته مفيش تراكم مباريات بالنسبه له ان هو يتعب، ده بالعكس ده هو محتاج ياخد عدد وقت اطول، لان هو محتاج يجيب جول، محتاج ياكد على الجول، محتاج ياكد على الحاجات اللي بيعملها. فوقان اللعيب في المباراه اللي فاتت كان يقدر النهارده يسجل لك تاني. فلو انت سبته وقت طويل جوه المباراه، انا مش بعدل على حد يعني، بس انا بقول افكاري. هو حضرتك لعبت فين بعد اذا حضرتك؟ معلش معلش، لعبت في النادي الاسماعيلي. افضل النادي الاسماعيلي خدت مع بطولات ولا لا؟ خدت بطولات. لعبت في المنتخب ولا لا؟ طبعا لعبت. فانت ليك، انت انا قدام نجم كبير. الله يخليك. مش بجاملك، هو ده الطبيعي، لعبت في نادي كبير جدا وفي منتخب مصر، فانت ليك رؤيه فنيه فتقول اللي انت عايزه. خلي بالك كمان ده لا يسيء لحد يعني. كمان في ميزه احنا هنا الدنيا فيها يعني. لا انت بتقول اللي انت عايزه. لا انت بتتكلم كويس. ليه يا كابتن ايمن؟ ان وسام ابو علي عنده ميزه ان هو بيتحرك على الاطراف، حتى الجون الاولاني لو هو اللي مسهل، هو اللي مسهل لما اتلعبت من ورا، ان هو استلمها ولعب لبيرسي تاو. الحاجه الثانيه ان انت بتدي مساحه ان امام عاشور يكمل او بيرسي تاو يكمل او احمد عبد القادر يخش في ال 18، وده اللي احنا كنا بنقوله دايما، ان يكون عندك فيرود متحرك ما يبقى ثابت في مكانه. ما انت النهارده يا كابتن انت بتلعب، لو مودست واقف هنا وحضرتك بتلعب تحتيه، ما انت مش هتروح جنبه. بالظبط. انت لو لقيت مودست هو اللي راح على كده فغصب عنك اوتوماتيك انت بتخش. عشان كده التغييره دي ريحت النادي الاسماعيلي كتير. يعني تغييره مودست دي ريحت النادي الاسماعيلي كتير، في ان هو بقى عنده نواحي هجوميه. اللي انت تعيبه النهارده على الكابتن ايهاب ان كان لازم يبقى فيه شيء من المغامره في اخر ربع ساعه، يعني كان لازم يلعب بفرودين، يعني يحط حد مثلا زي باسم جنب احمد الشيخ. التحيه الكبيره بقى النهارده اللي احنا بنقولها كمان لنادر فرج كمان، لان الراجل ده عمل مجهود كبير داخل المباراه يا كابتن اسلام، لان هو كان بيساعد في ناحيه الشمال بشكل كبير جدا. كميات الجري اللي يجريها في مشاوير طويله جدا، ان هو كان بينزل يدافع مع الباك الشمال وبعدين يروح في نواحي هجوميه. هو لو نفسه حاضر النهارده في اخر كوره في المباراه على المجهود الكبير اللي كان عمله، انا كان نفسي يعني يبقى في مكافاه بالنسبه له ان يحرز الهدف ده، لان هو عمل مباراه رائعه في التكتيك. ان هو كان بيقفل كتير مع عبد الكريم وبعدين يطلع من، يعني عبد الكريم ظهر بمستوى كويس بفضل نادر فرج. يعني عبد الكريم النهارده في مباراه صعبه وولد صغير وبيلعب مباراه زي دي، بس اللي ساعده في شكله ده ان اللي عمل كده نادر فرج، عمل كده في المساعده الدفاعيه وبعدين بقى يقطع في مسافات طويله جدا يا كابتن اسلام، ان هو يروح يكمل في النواحي الهجوميه. فاحنا كنا محتاجين المغامره دي، المغامره ان انت كنت ممكن يعني في طرد ناصر اللي حصل ده، ان انت كنت ممكن تلعب بعمار بس. يعني انا مودس مش عامل لي اي شكل يعني، فنسيب عمار بس في موجود في الملعب، وكان لازم ندفع بباسم، لان باسم محتاج يرجع ودي مباراه ترجع. بس في ماتش زي ده يا كابتن ايمن هقول لك، باسم لعيب كبير، لعب الماتشات دي دربيات اهلي وزمالك لعبها، بس المستوى الفني والبدني ما كانش دخل احتياطي. يعني ما كانش دخل النهارده، يعني هو على اساس بالظبط بيبدأ. الحاجه الثانيه بس في حاجه يا كابتن، انا شفت لعيبه الاسماعيلي في تنشنه زياده عن اللزوم، في عصبيه في الملعب. يعني قعدت بتتفرج على كل الماتشات بتحس ان لعيبه الاسماعيلي مضغوطه. انما ليه؟ انا قلت لك الكلام ده بره الهواء، احنا نفتقد قائد. حتى في الطرد اللي حصل، هي كوره مش فاول على فكره، تمام، لكن الطرد ان انت تروح. لا ما انا بنقول اللي بيرضي ربنا، حتى انت لما بتروح يا كابتن انت اللي رحت للحكم. يمكن انا انت بقول لك انت رحت للحكم وشوحت، يعني انت خدت انذار. الطرد مش لا الطرد ان انت رحت اعترضت بشكل طرد على سنوك حصل لكن بعد الحال. ممكن ما كنت اما الحاله ما تستدعيش ان هو يحسب فاول زي ضربه الجزاء. انا بقول لك ضربه الجزاء ما فيهاش حاجه يا كابتن. لا يعني لا انا وجهه نظري، انت بتتفرج عليها واتعادت. انا بقول لك ضربه الجزاء، لكن في جزمه خضراء وجزمه صفراء. لا انا بكلمك، لا انا لا اصل في جزمه خضراء خبطه في الرجل. لا بس الوقعه بتاع لاعب الاسماعيلي ما تدلش انها ضربه جزاء، لكن انا بتكلم في نقطه اللي هي المهمه جدا. ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ لا مش ضربه جزاء. ضربه جزاء ثواني بس. ضربه جزاء ولا مش ضربه؟ 100% ضربه جزاء. ضربه جزاء 100%. وانا وجهه طيب نظر. معانا الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح الخبير الخبير التحكيمي. ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء للاسماعيلي يا كابتن محمد بعد ما رحب بك؟
ازيك الاول يا كابتن اسلام وتحياتي للكابتن ابو الدهب وكابتن ايمن. حبيبي الحمد لله. الحمد لله كله تمام. طيب هقول لك على حاجه مهمه بس قبل ما ناخد القرار، ركله جزاء ولا مش ركله جزاء؟ قول لي اه ولا لا الاول. لا طبعا ضربه جزاء ما فيهاش. نعم. ما فيهاش اي، ما فيش ركله جزاء. اذا ضربه جزاء للاسماعيلي غير صحيح. غير صحيحه اه. ليه بقى؟ ليه بقى هقول لك، معلش خليني هرجع لك بس في بدايه المباراه. كان عندنا في الدقيقه 26 كان في احمد الغندور احتسب مخالفه على نادر فرج لاعب الاهلي مع مصطفى التحامه مع مصطفى شوبيكي. الانذار ده هو انذار خاطئ، يعني لا هي مخالفه ولا في مخالفه من الاساس عشان نادر فرج يستحق الانذار. كان الاثنين بيحاولوا يتنافسوا على الكوره، نتيجه الاندفاع الاثنين اصطدموا بعض ومصطفى شوبير لعب الكوره ومفيش اي مشكله. في الدقيقه 27 بعديها على طول حصل نفس اللعبه بنفس الموقف مع اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي برضه مع نادر فرج نفس الموضوع، لكن هنا احمد الغندور احتسب المخالفه على اكرم توفيق بدون انذار. هاخد لك بقى، هو احنا بنتكلم هنا على ركله الجزاء كان نادر فرج ورامي ربيعه، كل واحد فيهم كان عنده انذار قبل الحاله دي، يعني نادر فرج عنده انذار غير مستحق اصفر ورامي ربيعه عنده انذار. طيب لو احنا هنمشي مع قرار احمد الغندور ان هو نفذ ركله الجزاء، يبقى انت هنا كان لازم تطرد رامي ربيعه للانذار الثاني. بالظبط، هو ما ادالوش انذار اصلا. فانت عشان كده بتقول مش ضربه جزاء ولا ايه؟ الو اي كابتن محمد. اي فلو احنا هنا، احنا هنا بنتكلم، احنا بنتكلم في قرار الحكم اللي هو القرار الخاطئ. طيب انت احتسبت ركله جزاء لصالح الاسماعيلي، يبقى هنا كان لازم تطرد رامي ربيعه لان هناك فرصه محققه لتحقيق هدف، وكل العوامل بتقول ان هو ياخد الانذار الثاني. طيب ما طردش انذار ثاني، لكن في حقيقه الامر والقرار الصحيح هو تحايل على الحكم، والمفروض يحتسب ركله حره غير مباشره على نادر فرج، وفي الحاله دي هيديله الانذار الثاني، لكن طبعا الانذار الاولاني غير مستحق. عشان كده بقول لك تفصيله الانذارات دي مهمه جدا، لانها ممكن تاخد المباراه في سكه ثانيه. فكان في خلل شويه في معيار الكروت، وده هياخدنا كمان للقطه في اخر المباراه مع محمد نصر. كابتن ايمن، كابتن ايمن رجب ضحك على كلامك. ضحك ليه؟ طيب يا عم لا مش عارف يا كابتن، بس انت عملت زي الدكتور الشاطر اللي سهل لي تعبي، وبعدين قلت لي انت ليك حاجات مهمه، انت ممكن تاكل لحمه وتاكل فراخ لان انا بحب اكل كده، وبعدين جيت في الاخر قلت لي بس بعد يومين ثلاثه انت مش هتاكل كده. انت قلت لنا حلو جدا الوصف بتاع حضرتك ان فعلا كره نادر فرج ما فيهاش حاجه، لان هو التحام طبيعي جدا، ولو هو هيعمل دي كان عمل اللي حضرتك قلتها عليه بتاعت اكرم. بتاعت اكرم آه. لو انت حضرتك بس معيار حساب اخطاء اه، لو انت حضرتك الصوره اللي موجوده معانا على الشاشه، في صوره، لو الصوره فيه في واحده قبليها رجل رامي ربيعه يا كابتن. بص في حاجات ساعات بتحصل في الكوره ان ممكن رجلك تيجي قدام رجلي فتتخبط وانا عطلتك. طيب هي 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 مش ضربه جزاء يا كابتن محمد. طب انا اسمح لي بس، اسمعني بس دايما عايز اقول انت وجهه نظرك انها مش ضربه جزاء. لا هي مش وجهه نظري، ده القانون اللي بيقول مش انا اللي بقول. حلو، انا عايز ارد على كابتن ايمن في جزئيه مهمه. بص يا كابتن ايمن، اتفضل. هنا المفتاح بتاع حساب الاخطاء في الحالات اللي زي حضرتك بتتكلم فيها دي، اتفضل. مين اللي صنع الالتحام ده؟ نمره واحد. تمام، انا اللي مسابق يا كابتن، ده نادر اللي مسابق. طيب خليني كابتن محمد. رامي ربيعه، رامي ربيعه يا كابتن ايمن وقع على الارض قبل نادر فرج. انا ماليش دعوه، انا اللي مسابقه يا كابتن. انا بص في رجل ملامسه لرجل نادر فرج، في حذاء ملامس لرجل نادر فرج. بصوا على الكوره من تحت، بصوا على الكوره في الرجلين، ما تبصوش على الكوره من فوق. تمام كابتن ايمن، ثواني يا كابتن محمد. كابتن محمد انت حضرتك وضحت تماما ان هي مش ضربه جزاء من وجهه نظرك طبعا، يعني مع ان حتى كابتن جاد جريش يعني برضو طالما في حاله جدليه تحكيميه فنسمع اكتر من راي تحكيمي. كابتن جهد اولا برحب بيك، وبيرحب بيك كابتن ايمن رجب والكابتن محمود ابو الدهب في الاستوديو، وعلى الهاتف الناحيه الثانيه كابتن محمد صلاح عبد الفتاح. كابتن جهد، كابتن جهد، كابتن جهد تقريبا كابتن جهاد سمع صوتك يا محمد فقال لك ايه انا مش داخل. ليه؟ ده كابتن جهاد حبيبي والله. فهنحاول. لا ده حبيبي. اتفضل يا كابتن محمد. انا بس عايز اوضح لكابتن ايمن حاجه. كره القدم يا كابتن
لعبه التحامات ولعبه قوه. حلو جدا. ما ينفعش احتسب خطا لمجرد ان انا اقول كلمه تلامس. التلامس دي احنا كده بنتكلم في قانون كره السله. كابتن محمد ده على فكره رامي وقع قبل ما يوصل لنادر. يا ما انا بقول لك رامي وقع وصل للارض. لا بص وقع على فكره. مين اللي وقع؟ الزحلق رامي. انا ماليش علاقه بحاجه. هو بيكلمك في التلامس. ما فيش تلامس. انا التلامس رامي ربيعه في الصوره ديت بيقع قبل ما يوصل لنادر على فكره. رامي وقع على الارض فعلا قبل ما نادر يقع. وبعدين نادر لما سقط على الارض هتلاقيه خد خطوه والثانيه والثالثه وبعدين ابتدى يدعي الصفر. لو خطوه والثانيه والثالثه كان دخل الجول. يعني على المسافه قريبه جدا. هو ده وهو بيقع كمان ابتدى يمسك الكوره ويقع بيها. تمام. يعني كان ساعتها في الوقت ده كان رامي ربيعه على هو في الاخر حسن. في الاخر يا كابتن محمد انا محترم رايك جدا يعني انا محترم رايك جدا وفي الاخر هي وجهه نظر يعني بس انت الادرى تحكيميا مني في الحالات اللي زي كده. والله انا ضد كلمه وجهه نظر الكلام بس انت لعبت كوره يعني حلو فعندك حلو. عشان احساس المواقف دي يا كابتن. هل النهارده الفار لو في شك 1% هيجيبه هيجيبه ده من الاخر بقى دي ضربه جزاء على النادي الاهلي بالظبط كده. واللي اكد اللعبه الفار اللي اكد ان اللعبه ضربه جزاء. هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن محمد. هو بس الوقت ده اللي وقف فيه الكابتن غندور واحنا بقى هنا لازم نتكلم شويه تحكيميا يعني الوقت اللي وقف فيه الكابتن غندور عشان لا ما يطلعش الانذار لان هو بقى حاسس ان بقى فيه حاجتين يعني النادي الاهلي بقى عنده حاجتين عنده ضرب الجزاء وعنده طرد لعيب وناقص ربع ساعه في المباراه بقى في حاجات بص يا أيوة فالدنيا هتقلب بالظبط كده. فهو بس عشان نخرج بالموضوع لبر الامان يعني لان اول كلمه قالها كابتن محمد اللعبه دي تستاهل انذار الثاني رامي ربيعه او تستاهل انذار لنادر فرج ده عشان حسب ضربه الجزاء يا كابتن ما سواء بقى يعني ما حسبش لا هو لو حسب ضربه الجزاء يا كابتن ابو يبقى مين اللي اتلام فيها اسلام لا ثواني بس لا يبقى كابتن ايمن وكابتن محمد بيقول يبقى ياخد رامي ربيعه الانذار الثاني الانذار الطرد لو ما اتحسبتش يبقى نادر فرج ياخد انذار ثاني وبالتالي يطرد. بص هو احنا صح يا صح يا كابتن محمد مظبوط صح هو احنا ليه بنختلف يا كابتن محمد استاذنك دقيقه واحده احنا ليه بنختلف تحكيميا احنا ليه بنختلف لان احنا ما عندناش حاجه احنا كنا بنتفرج من شويه على بروسيا دورتموند لما خلاص يبقى كان رامي رامي ربيع كان يستحق الطرد لا كان رامي ربيع يستحق الطرد احنا مش كنا بنتفرج على بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان كوره معموله بالعرض الايد باينه جدا يا كابتن والراجل مزقوق في وسطه والراجل كمان الكوره اتغيرت بمناسبه اللعبه بتاعه بروسيا دورتموند احنا قاعدين بنتكلم انا وهو قلت له مش هتتحسب طب اسمح لي اعقب قال لي ليه مش هتحسب قلت له لان احنا الحالات دي بنشوفها كتير في الدوريات دي ما بتتحسبش اما احنا هنا بنحسب على المزاج طب هقول لك على حاجه احنا بنحسب على المزاج لو النتيجه مش 2-0 استحاله الكره دي انا هبقى معاك بقى تماما ان الكره دي تبقى ضربه جزاء طيب طبعا طيب جزئيه بروسيا دورتموند دي لاعب المدافع بتاع باريس سان جيرمان لو انت تاخد بالك لاعب بروسيا دورتموند وصل لاعلى نقطه في الهواء وبالفعل أيوة. وصل للكوره وبعد ما فشل ان هو يلعبها بجوده عاليه ابتدى يدعي السقوط ويقع لان هو اتزق لكن لما تشوف الايد اتحطت على الجسم ما فيش ما اتفردتش ودفعت راجل لما تركز في اللعبه كويس ماتش ليفربول الرجل في الصدر وما اتحسبتش ده اي لمسه للفرو ده كابتن محمد في الهواء بيدور عشان يعني ايه هم عندهم كوره واحنا عندنا كرة. عندنا حاجه ثانيه لا احنا عندنا كوره احنا عندنا حاجه ثانيه يعني عشان إيه بص يا كابتن محمد بس انا نفسي حاجه المعايير بتاعه الاحتساب دي المعايير لو احنا مثلا في حاجات نتفق فيها ان احنا كمان المشاهد يبقى مرتاح وهو قاعد بيتفرج ان دي كلها انت بتحسب حاجات ساعات بره يعني زي كره مودس في الانذار في الطرد بتاع نصر ده من حق اللعيب يخرج عن شعوره وانا بلوم على نصر جدا انا بلوم على نصر جدا ما ينفعش طبعا. مش عشان المباراه دي انت معاك انذارين وعندنا مباراه مهمه واحنا عندنا مشكله في المكان ده احنا كنادي اسماعيلي عندنا مشكله في في المحور بتاع ما ينفعش اعمل ده فانت يا نصر بس هو خروج انت بتخليني اخرج عن الشعور يعني انت مثلا الكوره ما فيهاش حاجه جدا يعني لو الكابتن الغندور رجع البيت واتفرج تاني الكوره ما فيهاش حاجه وعلى فكره هو حسب مخالفه عليه واداله الانذار الاول للاعتراض والانذار الثاني عشان الاعتراض يعني لكن في حاجه لا انا عايزك توصف لي دي لان هو اداله اصفر واداله احمر مباشر بس هو لا اداله اصفر ثاني
هو اللاعب ما ينفعش يعترض برضه على الحكم يعني. انا قلت ايه؟ انا بلوم على نصر. لا وبعدين ده تجاوز وتطاول. حلو جدا. يعني ده انا عايز اقول لك حاجه كابتن، هو لابد يعني انا بقول لك ان هيتخذ عقوبه شديدة من لجنه المسابقات. انا معاك تصل لست مباريات. بص الاسماعيلي يفتقد قائد داخل الملعب. ضرب احمد الغندور في صدره يعني. ايوه في قائد داخل الملعب احنا مش عندنا، لان انت المسافه اللي راح منها نصر يعترض على الغندور 8 متر. انت ما فيش حد يعني احنا بنشوف فينيسيوس في ريال مدريد ده، هم بقى عندهم خطه ليه. اول لما يخرج عن شعوره تلاقي خمس ست لعيبه رايحين له بيبعدوه. انت النهارده وانت شايف نصر رايح في الثمان ياردات دول، ما فيش حد يقف في طريقه يعني، ما حدش يقف في طريقه. من لعيبه الاسماعيلي. ما عشان كده ما بقول لك في حاجات انت ما عندكش قائد. قائد بس انا على كتفه يقدر يمنعك من ان انت تعمل كده. ممكن اللعيبه عايزه تخلص من محمد نصر. اسلام عايز اقول لكابتن ايمن حاجه بس. اتفضل. كابتن ايمن حضرتك من شويه قلت احنا ليه بنختلف مع بعض في القرارات التحكيميه. انا هقول لحضرتك يعني ملخص الاجابه في السؤال ده. قانون كره القدم واضح، ونصوص قانون كرة القدم واضحة، ومفاهيم احتساب الأخطاء واضحة، والقانون والكلام في القانون ما فيهوش وجهات نظر. وأنا بقول لك بمنتهى الأمانة يعني اللي يختلف يطلع المستند ونص القانون. سؤال بقى قبل ما أختم معاك. لا أنا عرفت بس حاجة دلوقتي. القانون واضح يا كابتن محمد وإحنا اللي مش واضحين. لا أنا ما أقصدك أنت يا كابتن أيمن. لا أنا مش لا هو ما بيتكلمش على نفسه. لا أنا ما بتكلمش على نفسي. لا انا برد على التساؤل بتاع حضرتك. احنا ليه ما انا برد عليك برضو كابتن محمد. انا بشكرك طبعا بس عايزك تجاوب لي على السؤال. ليه كابتن جاي جريشه ما دخلش دلوقتي معانا؟ اول لما سيب والله صوتك. مش عارف ليه. يمكن ما عندوش شبكه. ماشي كان ضرب الجزاء. بشكرك. خلي بقى قبل ما بس ما طلعك الاسلام انا ما قلتش نقطه والله، لكن انا بستغرب ان انت حكم بتجامل ممكن تقول ان ما فيش وقت ان الاهلي ممكن ان الاسماعيلي مش هيقدر يعوض، لكن ده انت بتضيع مجهود فرق. ان انت النهارده لو في حاجه زي ما كابتن ايمن قال تصحيح اللي هياخد لازم تدي، لكن انت النهارده لما كره حسبت ضربه جزاء لازم تطلع الكارت الاحمر، لكن انت عشان عارف ان هي مش ضربه جزاء ولو ما حسبتش الشغلانه يا اما اطرد اللي هو كان بيمثل اول، لكن انت خلاص ادي القرار الصح وادي شخصيه الحكم واثبت لنا ان انت ما في عندكش اخطاء، لكن انت عشان تجامل في حاجات كتير. طب ما انا ممكن اقول لك ان كره امام عاشور ما ضربه جزاء اللي هو بس هو ما بس مش ضرب الجزاء. لازم نعترف يا كابتن اسلام ان احنا عندنا معاناه تحكيميه في مصر طبعا. مع احترامي لان احنا ادينا في امم افريقيا، ادينا في مش عارف فين، ادينا فين. لا احنا عندنا معاناه تحكيميه موجوده كبيره في مصر لافتقاد الحكم هيبته داخل المباريات. يعني هو لما بيشوف الوان داخل الملعب هو ما بيبقاش الحكم ده. تعالى شوف الكابتن غندور دي لو في مباراه ثانيه. طب وايه اللي مضيع هيبه الحكم يا كابتن في مصر؟ ما هو الحكم خوفه من الانديه. لا يا كابتن ازاي انا خايف على الله. يا كابتن ما انت لو خفت مش هتبقى حكم كويس. ما اللي انا شايفه صح اعمله، شايفه صح اديه. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع كابتن ايمن رجب، كابتن محمود ابو الدهب. حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصار غالي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين مساء اليوم الأربع بمسابقة الدوري المصري الممتاز. وأقيمت مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز. وافتتح بيرسيتاو التسجيل للأهلي في الدقيقة 33، ثم عزز إمام عاشور التقدم في الدقيقة 57، واحتفل لاعبو الأهلي بكل هدف تم تسجيله بطريقة طريفة برأسة ماكارينا. وفي الدقيقة 75 سجل عبد الرحمن مجدي هدف الإسماعيلي الوحيد من ضربة جزاء. وبهذه النتيجة بيعود الأهلي للانتصارات المحلية بعد ما خسر قمة الزمالك في الجولة الماضية من الدوري، ورفع المارد الأحمر رصيده ل 24 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب من 12 جولة فقط، بينما يظل الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، ولم يفز الإسماعيلي على الأهلي منذ عام 2010، ليكرس المارد الأحمر العقدة أمام الدراويش. بدأ الأهلي المباراة ضاغط بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، ولكن بدون وجود خطورة على مرمى الدراويش. وشهدت الدقيقة 19 سقوط أحمد عبد القادر على أرض الملعب
وغادر مصاب وحل حسين الشحات بديلاً ليه في الدقيقة 23. وقبل مباراة الليلة خاض الأهلي 11 لقاء في الموسم الحالي ببطولة الدوري الممتاز، وسجل 6 انتصارات وتعادل في 3، وتعرض للهزيمة مرتين فقط أمام البنك الأهلي بأربع أهداف مقابل 3، وأمام الزمالك بهدفين لهدف. أما الإسماعيلي فلعب 19 لقاء في الدوري الممتاز حتى الآن، فاز في 4 وتعادل في 7 وتعرض للخسارة في 8. لسه مكملين مع النجمين الكابتن ايمن رجب والكابتن محمود ابو الدهب. كابتن محمود، يعني ادائنا الاهلي مقنع لغايه دلوقتي بالنسبه لك في المباريات بشكل عام، في المباريات الاخيره واخرها النهارده، ولا مش مهم الاداء، المهم الفوز وحصد النقاط الثلاثه، لان في الاخر ده اللي بيجيب البطولات مش الاداء اللي بيجيب البطولات؟ لا، اللي انا شفته النهارده يا اسلام، يمكن النادي الاهلي ما لعبش الا اول ربع ساعه، ان انت لعبت بالتشكيل الاساسي او انت لعبت بالفرقه اللي انت او التشكيل اللي بدات بيه مباراه مازيمبي. الراجل كان عايز يكمل على كده، لكن خليني اقول لك ان في بعض اللعيبه لازم تشارك، ودي بروفا الثلاث اربع ماتشات اللي جايين، ان دي بروفا كويسه لبعض اللاعبين ان هي رجعت من الاصابه، زي حسين الشحات، زي مروان عطيه، زي امام عاشور، زي اكرم توفيق، ان انت بتثبته في الحته دي. لكن انا كان وجهه نظري ان انت عشان تريح كنت ممكن اريح علي معلول، اللي عليه علامه استفهام ان ملوش بديل لحد الان، ان انت ملوش بديل واضح، ان انت ممكن بتشارك خالد عبد الفتاح بالفترات او كريم الدبيس، ان انت تديله بعض الوقت. محمد هاني كان ممكن يشارك، عمر كمال بشكل جيد جدا، كنت ممكن انا ادي رضا سليم، اللعيب الجيد، اللعيب اللي اتالق بفتره من الفترات. لكن كابتن ايمن هو ما بيجيش اللعب ناحيه اليمين، هو بيلعب ناحيه الشمال لانه بيأديها بشكل جيد. النهارده تحس ان في لعب فرد كتير جدا من بعض اللاعبين. يمكن الجون اللي دخل في النادي الاهلي ده نتيجه استهتار او استرخاء من بعض المدافعين يا كابتن، ان انت عيب ان انت فرق كبيره ولاعيبه دوليه، ان انت تتعامل الكوره لوب في الحته دي او في السكس يارد على 18. كان واجب النهارده كان مروان عطيه كان لازم يضغط يقطع كوره بشكل جيد، او اكرم توفيق، ولازم، وانا بقولها لمده يعني في الكوره يا كابتن ايمن وحضرتك عارف واسلام، الجول لازم يتكلم بالظبط. احنا يعني بنتكلم ونقول مصطفى شوبير انقذ النادي الاهلي، وشوبير النهارده كان متالق وكل الماتشات اللي بيلعبها لا عامل شغل كويس، لكن لازم تظهر شخصيه مصطفى شوبير كحارس مرمى جيد للنادي الاهلي الفتره اللي جايه ومنتخب مصر، ان انت لازم يكون صوتك عالي وصوتك مسموع، ان انا بوجه بعض اللاعبين، انا ما بخافش، اللعيبه دي الكباتن بتوعي او اللعيبه اكبر مني، ما فيش في الكوره في الملعب كبير وصغير يا كابتن، لازم مركزه عايز كده، لا مركزك لازم توجه. واحنا قلناها في الماتشات اللي جايه، انت الفتره اللي جايه هتلاعب فرقه الترجي، لو انت بقى بتفكر في ماتش الترجي، لا الترجي فرقه قويه، فرقه كبيره، اللي تفوز على صن داونز رايح جاي يا كابتن، عندهم دفاع جيد جدا، عندهم جون ما شاء الله زيك زي مصطفى شبير الفتره اللي جايه، مشاكل في الكوره عندك كمان، عندك كمان مشاكل في الحته في الكوره العرضيه، ان بعض اللاعبين ان انت بتبص على الكوره ما بتبصش على الخصم، ان انت بتبقى شايف ظهرك. حتى في المباراه كابتن اللي فاتت، ان انت لما دخل فيه الجون لعيبه الاهلي ما اعترضتش، وقعدنا ربع ساعه قبل ما لعيبه مازيمبي هتروح فين عشان تسنطر، ان هم بيحتفلوا. لكن انا في حاجات في الملعب لازم يكون في قائد، لازم يتكلم، لازم في حاجه بس كمان جاي. محمود فنيه ليه هو كمصطفى، يعني هو واعد بشكل كبير جدا، ان هي دي النقطه اللي باخدها يعني، بس الكورتين اللي شالهم، الكورتين اللي شالهم برضو بيحطوهم في طريق المرمى طبعاً. لازم الكوره تبقى على الجنب يعني، ده بس الكابتن احمد كمان يكلمه كابتن دي دايما دايما احنا بنقول لو في لعيبه عندها سرعات لازم يكون سيرد باك، وسيرد باك بيمسك وبيراقب، وفي واحد تاني بيبقى بيعمل كفر من تحتيه، ان هو بيأمن زائد دفاع. الحاجه الثانيه يمكن انا في حاجات يمكن الكابتن ايمن بيقول ان انت كوكا ينزل او السولاي ينزل، لا انا في مباراه ما تستحملش ان انا ممكن ان انا انزل ازود، ان انا لعبت بمروان عطيه او اكرم توفيق، هم الناس قافلين لي الحته دي، ليه المانع ان انا ازود في الناحيه الدفاعيه؟ ليه ما العب وسام ابو علي جنب مودس بيرستا، او ينزل حسين الشحات، او ينزل رضا سليمي، يبقى انا بزود الحته الدفاعيه، ان انا ازود بعض الاهداف. الحاجه الثانيه يا كابتن، لما في فرقه كبيره لما بتيجي تفكيرها رقم واحد في الكوره ان انا اجيب جول، عشان ابتدي اطلع شخصيتي، تظهر شخصيتي كلاعب كوره، ان انا بمسك كوره وبنقل بشكل كويس، بتحرك، بعمل لا مركزيه في الملعب. لكن ده ما بنشوفوش، ان انت بتشوف بتلعب الكور الطويله على طول. لكن النهارده تالق بامانه، تالق مصطفى شوبير انقذ النادي الاهلي من تعادل النهارده. ده حقيقي. طيب كابتن ايمن،
الماتشات اللي جايه بالنسبه للاسماعيلي، هل متوقع ان يتم تغيير طريقه اللعب، الاداء، التعامل مع الفرق في الفتره اللي جايه؟ بشوف ان النهارده الاسماعيلي كان بامكانه ان هو يتعادل على الاقل مع النادي الاهلي، فرط في اكتر من فرصه سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني. هل ممكن ده يدي ثقه شويه للعيبه في المباريات اللي جايه؟ انا هكلمك لو انا ايمن ومتفرج بتفرج على المباراه، انا مرتاح جدا النهارده للروح اللي موجوده عند اللعيبه نمره واحد، لمعدلات جريهم اللي كانت موجوده لنهايه المباراه في نقص عددي كمان بعد خروج نصر، دي نمره اثنين. نمرة ثلاثة يا كابتن اسلام، انا ما كانش يهمني مباراة الاهلي بشكل كبير جدا النهاردة، انا ممكن اطمن على شكل اللعب اللي احنا كنا بنلعب بيه ده، لان المباراة دي بص دايما مباراة الاهلي والزمالك ماتشين يا كابتن اسلام، بيبقوا ماتشين في تفكيرك انت كلاعب قبل المباراة فيهم بشكل كبير جدا، ان انت عايز تتألق، والمجهود اللي انت بتبذله من غير تعليمات مدرب كبير جدا داخل المباراة. فانا كنت خايف على اهدار الجري الكتير من لعيبة النادي الاسماعيلي داخل المباراة، ممكن ما تبقاش في المتناول بشكل كبير. تاني يا كابتن سيد، انا لو بفكر بصوت عالي مع النادي الاسماعيلي انا هقول لهم على حاجه، النادي الاسماعيلي ينسى الجدول ده كله، يعني ينسى جدول الدوري كله، واحنا نفكر في الجدول اللي تحت ده اللي هو من اول الاسماعيلي وبلديه وبنك اهلي وفاركو ومقاولين والداخليه. لو احنا عملنا الدوري الصغير ده يا كابتن اسلام والنادي الاسماعيلي نجح ان هو يحصد نقاط المباريات دي، النادي الاسماعيلي باقي في الدوري بمركز، يعني هيبقى في الدوري الممتاز بمركز. انت عندك فاركو المباراه الجايه 13 نقطه وانت 19 نقطه بفرق 6 نقط. الناس معيلي لو اخد، انا بقى اللي انا كنت بتمنى النهارده، يعني الروح اللي كانت موجوده والاداء اللي كان جميل في الشوط الثاني في معدلات جري بين قوسين، يعني الناس معيلي جري كويس الشوط الثاني، لو احنا 80% من ادائنا في الشوط الثاني في مباراه النادي الاهلي مع اي حد هنكسب فعلا، لو عملناه مع اي حد هنكسب. انت بتقيس على احسن فرقه في الدوري، حاسس ان النهارده يعني برضو نسيت والله اسالها للكابتن حمد، بسالها حضرتك، ان عبد الرحمن مجدي كان صاحب الكوره لازم يخرج. لا احساسي في بعض التعامل مع بعض المواقف، حتى في البينالتي واخدت الكوره، حتى في مواقف كده صغيره حاسس ان وانتوا طبعا نجوم كبار يعني حاجة. فحس ان هو صاحب الكوره، هل ده اللي متسبب في فرديه في الاداء شويه بيأثر على الفريق شويه؟ هل ده دور الجهاز الفني ما بيتكلمش؟ هل هو عشان حس انه نجم وان هو مرضاش يروح الزمالك وان هو متفضل؟ انا بكلمك لا مفيش متفضل دي يا كابتن اسلام، انا معاك، هو قعد واستجاب للكابتن ايهاب جلال واستمر. انا حاسس بالنهارده اول مره احس ان هو صاحب الفرقه. تمام، عجبني السؤال. بص يا كابتن اسلام، انا وانا مدرب انا في لعيب ممكن ما اخرجوش من الملعب، احساسي انه ممكن يفك لي الماتش في اي وقت. تمام. بس بتعليماتي. تمام، بسيطرتي عليه. تمام، اما اللي انت شايفه في عبد الرحمن، انا شايفه ان النهارده عبد الرحمن لازم يحس في وقت من الاوقات ان هو يخرج من الملعب، ان هو ما قداش. لو انا حتى هو وجوده لاخر نهايه التسعين دقيقه احنا ما تعادلناش، فلو كان خرج قبل التسعين دقيقه في الدقيقه 75 في الدقيقه 70 في الدقيقه 60 وما تعادلناش، طب ما النتيجه حصلت برضو ان احنا ما تعادلناش. عبد الرحمن فكره، بص هو لعيب كبير وانا بحبه جدا مميز طبعا، وانا بقول هو قادر، وانا قلتها له في التمرين لما شفته، قلت له انا لو مدربك وانت ما بتحرسش هدف كل مباراه انا ما لعبكش، انت تقدر تجيب جون كل مباراه او تعمل جون كل مباراه. تاني في حاجات في الكوره، احمد الشيخ ابتدى يخش قلوب، انا هكلمك كوره. أيوة. يعني حاجات احساس كوره، يعني احمد الشيخ ابتدى يبقى الملهم ويبقى العين عشان عنده حلول. برافو عليك، وكورته شكلها حلوه. بس أيوة. ما يبداش يا كابتن عبد الرحمن هنا، ما يبداش لا احمد الشيخ، لا مش هيديك 90 دقيقه. انا مش بتكلم في اوقات، مش بتكلم في البدايه، هو بيتكلم في حاجات تانية. انا بتكلم في حاجات تانية في الحاله بتاعت عبد الرحمن، انت ولا رابحه معاك تنزل ممكن تخلص لك لا في ماتشات. الحاجه الثانيه قبل ما انسى يا كابتن، انت حضرتك اتكلمت في اخطاء نادي الاسماعيلي، لكن انت عندك اخطاء دفاعيه عند نادي الاسماعيلي انا اتفرجت عليها في كل الماتشات، حتى في استاد اسماعيليه الاثنين اللي في القلب مش متفاهمين، وعندهم مشاكل يعني ابتدت تقل. بس هي سبب ايه المشكله يا كابتن؟ انا كمدير فني لما يكون عندي اخطاء مش عيب
مهاجم ان انا ممكن العب بثلاثه اقفل الحته ديت لان انا عندي طرق عندي مش بالعدد يا كابتن محمود يا كابتن لا مش بعدد اللعيبه انا ممكن اللي كان بيلعب ثلاثه النهارده وخسر بس يعني بس دي اللي بتخسرني كل الماتشات يعني كل الماتشات اللي انا خسرتها كنادي اسماعيلي انا خسرتها ما خسرتش من على الطرفين انا خسرتها من القلب صح ولا انا بكلم بيقولوا ليفربول حاله فان دايك هي اللي مخليه ليفربول شكله سيء دفاعيا لا نص ملعب ليفربول اللي اختلف عن السنين اللي فاتت هو اللي مخلي حاله المدافعين لا بس كابتن الزمالك مثلا فضل. انا بس عشان عندي يعني كان فيريرا بيعملها جدا بس انت فتحت موضوع يعني مش هقدر ما اسكتش انت حمزه المسلوسي تمام لما بقى مساك مكان الونش انت الزمالك فتره من الفترات كان اي حاجه رايحه عليه جول ليه اه لحاله نص ملعب نادي الزمالك نادي الزمالك الاثنين اللي في القلب يا كابتن المسكين انا هقول بس لحضرتك كابتن مهدي ده عبد المجيد كمان ما اتطورش كابتن سيد انت جواك مدرب كبير سيبك لا بس في نقطه في نقطه كابتن ايمن وسيبك بتقول جواك مدرب في نقطه اقولها لحضرتك عليها واسيب حضرتك تتكلم انا بتكلم على 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 مين على البكرايت حمزه لا مش حمزه بتاع الاسماعيلي النقاز انا بشوفه لا بيدافع ولا بيهاجم انا ليه ما استغلوش في الحته دي لعيب عنده خبرات يقدر يكلم لعيبه بشكل كويس يوجههم بأداء كويس لكن انت النهارده لا بتدافع ولا بتهاجم يعني حتى كنت نقطه ضعف كبيره النادي الاهلي قدر يستغلها من الحته دي احمد عبادي النهارده انت كمان خايف تروح تضغط على احمد عبادي عشان ما تترقص فانا ممكن استفاد منه في الحته دي طيب كاميرا كابتن ايمن اللي حضرتك كنت عايز تقوله الكره دي عشان عايز بالظبط الكره دي الاول لازم يبقى العشر لعيبه دول بيعملوا حاجه باينه يعني العشر لعيبه بيعملوا حاجات باينه في الكوره تقنعك وتقنعني تمام الدفاع الجماعي بتاع الفريق ككل احنا ينقصنا النادي الاسماعيلي دفاعنا في نص الملعب مش شرس احنا مش شرسين بالذات الساعي احنا ما عندناش نواحي دفاعيه عند الساعي كبير هو بيرتد بيعرف يرتد في مساحه بس ما بيقطعش انت عندك النواحي دي مش موجوده بشكل كبير في قطع الكوره نادي الزمالك لما بقى نص الملعب مختلف فنادي الزمالك ده احنا قلنا ان دونجا اتغير باللي حواليه لان الكوره فيها عدوى دونجا بقى يباصي عشان اللي حواليه بيباصوا فنادي الزمالك كانت مشكلته الكبيره ان كان نص ملعبه ما بيدافعش بالشكل الكبير بعد طارق حامد فلما بقى نص الملعب بتاع نادي الزمالك في وجوه تانية بتدافع بشكل اكبر ما تقوليش ان رو او دونجا يشيلوا نادي الزمالك مع المسلوسي تمام بس لو انت عايز فبالتالي ده اللي حسن من الاداء نادي اسماعيلي محتاج بص هي فكره ايهاب في حبه لان الكوره تمشي بشكل ده فهو شاغل لعيبته بان هي تنقل حلو بس وهم بيرتدوا في النواحي الدفاعيه ما عندهمش الشراسه الدفاعيه ان هم يستخلصوا الكوره بدون اخطاء لو احنا نجحنا ان احنا نستخلص الكوره فعشان كده بقول لك ايه ما تنفعش مع الفرق الكبيره النادي الاهلي ان عندهم حلول فرديه زي امام في الحل الفردي بتاعه في الهدف اما مع الفرق الثانيه الروح دي بمعدلات الجري دي تنفع في شكل دفاعي ان احنا نقدر نعمله زي ما عملنا النهارده في النادي الاهلي فتقدر تمشي معانا في مباراه هي جت يا اسلام هي في نقطه يمكن الكابتن ايمن قال عليها حتى النهارده عبد الرحمن مجدي لما كان راح يجيب جون هو لما دخل عليه احمد الشيخ تمام. انت كمان لان في لعيب سردباكات النادي الاهلي قدرت تضغط او ضايقتهم انما النهارده في الجون بتاع امام عاشور الراجل بيرقص في السكس يارد يا كابتن التاني بيوقع هو الفنت يا كابتن محمود لو انا وانت كابتن ما ينفعش لازم لا انت حضرتك ما انت كنت لا والله لا والله ابدا بتاع امام لا يا كابتن مين والله ده يشربوا لاي حد بس لازم ابقى واقف على رجلي استنى بس زي كابتن محمد والله لا بس ما يترقص كده الفنت معمول حلو جدا اشكرك كابتن حبيبي حبيبي شرفتنا كابتن ايمن دايما بتنورنا وبنستمتع بنستمتع بيك كابتن ربنا يخليك شخصيه محترمه خلصت حلقه النهارده في البريمو الفيديوهات لاصحاب الناس اللي هي مخصصه فقرات لبرنامج البريمو الفيديوهات بتنزل زمايلنا في السوشيال ميديا بتنزل على طول علشان لو عايزين تعلقوا عشان بس الحلقه بتاعت بكره وانا يعني على استعداد اخصص معد من عندي يبعت الفيديوهات ديت عشان لو في حد عنده بس فقره بكره فقره البريمو في اي برنامج ما عندناش اي مشكله بالمناسبه بكره رضا عبد العال حلقه خاصه جدا حلقه مهمه جدا بعد ماتش الزمالك والبنك الاهلي برضو علشان لو حد عايز يخصص من زمايلنا في بعض البرامج وليس كل البرامج وعلى فكره بالمناسبه في بعض القنوات
بتفتح البريمو في الكنترول اثناء الهواء. ده انا بقول لك معلومات لان الرجاله اصحابنا وحبايبنا المعدين كانوا شغالين معايا. تصبحوا على خير.